اما احنا المسلمين هل نخالف قوانين ديننا؟ لان احنا ما عندنا قوانين بلاد، احنا في الشريعة الاسلامية فقط اكو قانون دين، قانون البلد اذا يوافق قانون الدين فبها، اذا قانون البلد لا يوافق قانون الدين مكان قانون البلد البحر، لازم يلقى في البحر. قانون بلد يخالف الدين هذا في الاسلام ماكو شرعا، وانما في الاسلام قانون الاسلام فقط. هل نحن المسلمين هكذا قوانين بلادنا؟ اذهب الى حيث شئت من بلاد الاسلام تجدها قد طرحت قانون الله الى جانب، بل في الاذاعات تقول الصلاه ونأذن ونقول كلمه عن رسول الله ونقرا حديث، واحيانا في الصحف نجد، واحيانا اكو مساجد في بلد وفي اكثر البلاد، لكن هل قوانين الاسلام يعمل بها في بلادنا؟ روح اسأل من النساء السافرات، واسأل من محلات القمار، واسأل من حوانيت الخمور، واسأل من دور البغاء، واسأل من الأغاني الموجودة في الإذاعات. معنى هذا أننا كمجموعة إسلامية وكشعب مسلم طرحنا قوانين الله في البحر. اللهم في قبال هذا الشيء طرحنا في البحر. طرحنا في البحر يعني شنو؟ يعني أنه تركنا والأمم الشرقية والغربية يصفعوننا من كل صوب، وإلى حيث ألقت رحلها ومقشعر إلى جهنم. هذا هو. أنتم ما أردتم قانوني، أنا ما أريدكم. أنتم أهنتم قانوني، أنا مخليتكم حتى الأمم يهينوكم، لا أكثر ولا أقل. بينما المسلمون الأولون الذين صعدوا وسعدوا من السعادة كانوا ملتزمين حرفيا بقوانين الإسلام، ونحن ما دام مو ملتزمين حرفيا بقوانين الإسلام إما الغرب يصفعنا وإما الشرق يصفعنا. أقعدكم فرد يوم نحن نصير مستقلين، اليهود تذهب عنا، نكون أمة قوية ذات كيان وسيادة، ذاك اليوم اللي إذا ذهبت إلى طهران وإلى بغداد وإلى القاهرة وإلى الكويت وإلى كراشي شفت مرء سافر ماكو، ذاك اليوم صدق أننا جنسنا، ذاك اليوم الذي رأيت حانوت خمر ماكو، ذاك اليوم الذي رأيت جمرك ماكو. وعلى هذا المعدل إذا قوانين الله رجعت إلى البلاد نحن نصعد ونسعد، وإذا لا قوانين الشرق والغرب وقوانين الهوى والدجل والكذب وهذه الأشياء فإننا أمة ساقطة.